نظمت تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين جلسه نقاشيه حول ملف الحبس الاحتياطي وذلك في مقر التنسيقيه تناولت الورشه عده محاور منها مفهوم الحبس الاحتياطي كاجراء احترازي في العالم والمعايير الدوليه والتعديلات المطلوبه على قانون الاجراءات الجنائيه للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي وخلال الجلسه تم مناقشه التعديلات المطلوبه في قانون الاجراءات الجنائيه وكيفيه ضبط مواده حتى لا تحمل بتاويلات مختلفه